علي والله اننا حبيناها، والله العظيم اننا حبيناها. مغلق جلسوا عندنا يومين لكن يشهد الله ان ارتحنا لهم وحبيناهم، وان شاء الله انهم هم يحبون. هذا خط السير خلال مدة 25 سنة مشى من روسيا ودار على أفريقيا كلها وزار جميع مناطق أفريقيا ومناطق العالم هذه كلها، والحين جاي أنا بعد بالسعودية وتخصيصا بحايل. People in Saudi very friendly and hospitality people. For me and my brother, twin brother Alexander Iskander, and me, I Sergey from Russia. We are happy. We are now in Saudi. It's our dream, Saudi. والله اني ماني مرتاح يا ابو، لانهم مكان اول مره يجونه، فيعني صعبه. انا صراحه لازم اشيلهم بالعربي، ابي اشيلهم واوديهم مثل ما تقول للحيانيه، بعد كذا يكملون طريقهم. اهم شيء اني اطلعهم من السحره هذه، وعقبها ان شاء الله سحره خلاص فينش، حيانيه زهوا نو بروبلم. اوكي